سماسم للصقي زي الناس عشان ما يطيح علينا في نص الحصة. رمضان كريم، صوموا لله 30. أقبل قمرك بعد غياب، في الجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب. أقبل قمرك بعد غياب، في الجنة فتحت أبواب. سماسم اخلصي، ترى تعبت وصباعي عورني. بطلي دلع، انا يدي كلها تعورني. استنى شويه وانت تقولي صباعي. كفايه بنات، خلاص بطلوا دق الفصول الثانيه، جالسين يدرسوا، احترموا الناس. اش لا عاد اسمع ازعاج. هلا هلالك يا هلا بك، هلا هلالك يا رمضان، والله واشتقنا وفرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. يا لولو، انا كمان ابغى نشد لرمضان مو بس انتي. يا رمضان زان، جوك زان، لك شوق يملا قلوبنا اهلا وسهلا. يا ربي هذه كيف نرقص عليها؟ موسم الغفران بنات 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 بنات، اسمعوا، رمضان كريم وبكره تجي بيتي ونسوي جلسه رمضانيه واجواء رمضانيه واستعداد لرمضان. واحلى واحده دائما تزبطنا مين؟ سمع. وانا كمان سووله زي ما تسول سماسم، مو بس سماسم. حاضر يا أبلة من عيوني، تعالي بس. دب سميلة بريالين. أو انت برايك يعني انا ايش قاعده اسوي؟ فكر شويه. عادي انظف معاكي واساعدك؟ لا ابدا معادي، انت ما تزيد الا تتعبني. روح اجلس ارتاح. امي ممكن اسالك سؤال؟ لا مو ممكن. ليه تخرج الصحون النظيفه من الدولاب تنظفيها مره ثانيه؟ عشان نستقبل رمضان ولازم البيت كله يكون نظيف. عادي اساعدك عشان رمضان؟ لا مو عادي، خلاص طفشتني، خليني انظف. انت ما تعرف تنظف، انت بس تلعب. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك؟ حيجي رمضان وانا ما سويت حاجه وانت ما تخليني اساعدك. نفسي اساعدك. يعني انت مصر انك تساعدني؟ ايوه. طيب يلا تعال. ناصر ايش رايك انا انظف الصحون والمطبخ واخلي لكم الارضيه تنظفوها انت وسماسم؟ لا لا انا بساعدكم الاثنين، انا حب الخير. رمضان رمضان نور قلوبنا، نور قلوبنا، رمضان رمضان. سماسم ايش قاعد تسوي؟ جالسة اسوي زينة رمضان عشان كمان صحباتي جايين بكرة. عادي اسوي معاكي؟ والله يا ليت، تعال ساعدني، ابغى احد يرسم معايا هلال كمان. دحين اسوي لك احسن هلال، اخلي صحباتي كلهم يتجننوا عليه. ناصر ناصر يا قلبي، هذا سناب شات مو هلال يضحك. ألو
حياكم الله. تمر 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 المدينة تمر. هلا عجوة عجوة حياكم. سمبوسة 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 سمبوسة. هلا عجوة عجوة حياكم الله حياكم. سمبوسة سمبوسة سمبوسة. يا وليدي كم السمبوسة؟ أمي تفضلي، فيه بخمسة وفيه بعشرة. أعطيني الله يرضى عليك بخمسة. خذي أمي هذه بخمسة. في شبكة؟ لا والله ما في. خلاص ما في سمبوسة، أنا ما عندي إلا شبكة. لا والله يا خالة خذيه، رمضان كريم. شكرا يا ولادي علينا وعليك. حياكم الله، تفضل عندنا جود أنواع التمور. حياكم الله، تفضل تفضل. هذا عندك تمر قصيمي وهذا تمر سكري. خلاص أعطيني من التمر السكري. والله ما تشتري، ما حد يتورط بهذا التمر السكر ويفتحه قبل الأذان بثواني غيري. أمي عاد أول شي أكل سمبوسة بدنا أكل تمر. مو كأنكم اليوم في المدرسة شايفين بعض. رب صدفة خيرا من ألف ميعاد. يا رمضان أحلى أيام، بارك المولى وأدام للجنة تغطي الأجسام، محلى صيامك محلى قيامك. الله يحييكم ويبقيكم، رمضان أجمل معاكم، كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم، وإن شاء الله ما عاد أشوفكم إلا في العيد. ناصر تعال سلم على صحباتي. لا خلاص ما بسلم، أنا صرت كبير. كبير إيش يا شيخ، أنت ثالث ابتدائي، تعال سلم عليهم. خلاص أنا صرت كبير، مو بالقوة أكشف عليهم، أنا صرت كبير خلاص ما بسلم. يا شيخ تعال قول لهم رمضان كريم بس. سيبيني فكيني خلاص، ما أبا ما أبا. نصوري أنا كنت أسوي لك الرضاعة وأنت صغير، ما تفتكرني؟ بلا كذب. حنة رمضان هلال ويبن في كل مكان. نصر خليك معاهم أسوي لك حنة معاهم. يلا أجلس. حقوق الرجل في هذا البيت معدومة. لا علينا، مين الرجل؟ أنا. أوه متقرفة من الحنة. ما حد يتقرف من الحنة. سماسم صاحية انتي، ايش هذه الحركات اللي جالسة تسويها؟ نفسي احك خشمي. اعشق ريحة الحنة. بنت مين جا؟ والله ما ادري. رمضان كريم سماسم، جبت لك هلال على شكل طماطم. يا بنات يا طالباتي، انا جيت استسمح منكم عشان رمضان، ورمضان كريم، واتمنى انكم تسامحوني على كل ظلم ظلمتكم اياه. عادي عادي يا ابله سامحناكي، مو مشكله يا ابله سامحناكي عادي، الله يسامحك. رمضان كريم يا ابله، وشكرا على هديه وسامحتك. بس ها ذكروني ارجع اظلمكم في العيد. اختي حبيبتي ضيع عيوني للمطبخ بيدي اوديها، من يوم يجي رمضان ما تفارق السمبوسه ولا ثانيه، رص الطماطم ضيع عيوني بيدها الحلوه تاكلنا، ويا رب ما تسممنا.